بصراحه خديت الموضوع وبغيت ندير فيها ريفليكسيون ليبر على الفكره ديال الذاكره. طبعا الحال يعني كاين جوج ديال المحاور، يعني الاشياء اللي مرتبطه بالسينما السينما الوطنيه، وكاين اشياء مرتبطه بالسينما بشكل عام. يمكن عنونت المداخله بذاكره السينما، ماشي لان مهم يعني باش تكون سينما وطنيه تكون عندنا يعني تكون مبروره بذاكره جماعيه مغربيه وتكون السينما بذاكره، ولكن مهم كذلك تكون السينما الوطنيه تستحضر ذاكره السينما العالميه او تاريخ السينما العالميه. دونك رغم هنايا غادي يكون اتراوح بين هاد جوج المستويات، رغم ان السينما هي تعتبر هي ارشيف القرن العشرين وذاكرته او على الاقل جزء منه، وهي الوسيله الماديه التي خزنت فيها ووثقت من خلال احداث الكبرى وتفاصيل الحياه اليوميه، الا انها في بدايتها كانت ولاده السينما بدون ذاكره، ولم تكن تولي لهذه الذاكرة أي أهمية، ولم يتم الوعي بالسينما في بعدها ودورها المرتبط بالذاكرة إلا في وقت متأخر، وتحديدا في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث أن نسخ الأفلام السينمائية يعني في الشريط السالب يعني النيجاتيف والبوزيتيف مثلا بعد أن تكتمل دورتها التجارية وتدمر ويتم حرقها لتصنع منها كعب أحذاء السيدات للطرب، لأن الفيلم كان يعتبر موضوع استهلاك تنتهي حياته مع اكتمال دورته للاستغلال بالقاعات، والنتيجة أن آلاف الأفلام من بداية تاريخ السينما ضاعت ولم يبقى منها إلا فوتوغرامات بعض الصور أو مقالات في مجلات فنية وصحف معاصرة لخروجها. أفلام أخرى تطلبت سنوات للعثور عليها مثل أفلام جورج ميلياس، فأول مكتبة سينمائية في العالم وجدت في سنة 1936 من طرف القرن الماضي من طرف مؤسس السينما مش الاسم ديالو كنعرف لونغلوا وجور ديلوك وثلاثة ديال الشخصيات، اي بعد 41 سنة من اختراع السينما والذي كان سنة 1895، يعني انه 41 سنة من السينما كانت الافلام لا تؤرشف لا يتم الاهتمام بها الا في حدود كونها يعني تستغل تجاريا. غنعاود شي شويه عاوتاني درت بحال دوكيمونتير دوزون سيكونس ثانية، اولا نرجع للمغرب شي شويه. أولا لا يجب أن تعفينا الطفرة الكمية والنوعية التي تعرفها السينما المغربية منذ سنوات من التفكير في السينما من داخل تاريخ السينما وذاكرتها، وعندما أقول تاريخ السينما أعني به السينما العالمية والسينما الوطنية، يعني ذاكرة السينما الوطنية والعالمية وبيناتهما السينما العربي والإفريقي لارتباطات تاريخية وثقافية وجغرافية، حيث أن صناعة فيلم كما يقول المفكر السينما والمخرج جون لوك غودار فيها نوع من المفاوضة مع تاريخ السينما، وفيها أيضا أخذ وعطاء، أي أننا نأخذ من تاريخ السينما ونعيد إليه، لكن إن فيلم سينمائي هو عمل مستقل بذاته، لكنه في نفس الآن مرتبط عضويا بهذا التاريخ، من المفروض أن يحمل في جيناته وذاكرته تاريخ السينما الوطني والدولي وتاريخ مسار إنجازه، أي ذاكرته الخاصة. وهذه كنجبروها في الفنون التشكيلية الفن المودرن أكثر، لأنه الفيلم والعمل الفني يعني هو عمل نهائي، ولكن في نفس الوقت يحكي حتى قصة إنجازه ومساره الفني. ربما يحصل ذلك بشكل عفوي وتلقائي، بحيث أن استعمال اللغة وتقاليد الإنتاج هو في حد ذاته استحضار لهذا التاريخ. فمثلا عندما يقرر مخرج مثلا إنتاج فيلم تجاري مخصص لشباك التذاكر، فهو يستحضر بشكل عفوي تقاليد ونمط إنتاج معين من خلال اختيارات اللغة السينمائية وكتابة السيناريو واعتماد على النجم واستراتيجيات الدعاية والترويج. لكنني هنا أنا أتحدث عن الوعي بهذه الذاكرة، أي التساؤل أين نتوقف نحن
من مختلف لحظات ومدارس واتجاهات السينمائية في العالم. لا شيء بديهي لأن السينما ولدت فقط كآلة لتسجيل الحركة ودراستها علميا. إنه الإخوة اللي بيار باش بغاو يكتشفوا السينما ما كانش الهدف ديالهم اكتشفوا واحد الوسيلة فنية، هو كانت مسألة علمية أساسا لأن من أجل دراسة الحركة. وحيث اعتبرها الإخوة لوميير بعد اختراعها أنه فن بلا مستقبل. وجدت السينما كفعل تسجيل واقع بالصورة وبعد ذلك بسند بالصوت بدون أي نية فنية أو توثيقية. كان قدر السينما في زمن البدايات أن لا تستطيع تخطي المظاهر الخارجية للأشياء. في الزمن الحاضر لحظة التسجيل ومحكومة بكونها بذلك فن مباشر. إننا عندما نشاهد شجرة على الشاشة فإنها ليست مجموعة من العلامات والرموز والأصوات دل على شجرة، ولكنها صورة تتطابق لحد ما مع الشجرة كما نراها العين في الواقع، طبعا مع اختلاف الأبعاد والمواد. الشيء الذي قد دفع بجيل الرواد ومن أتى بعدهم إلى نحت لغة خاصة بالسينما وبلورة بلاغة من خلال هذه المباشرة والتطابق مع الواقع. تم ذلك عبر تحول أولا من نقل اللقطة إلى الفيلم، أي أن الأفلام الأولى كانت لقطات يعني لا تتجاوز 52 ثانية، تحول من اللقطة إلى الفيلم، وتحول من مدة زمنية إلى مدة زمنية تصور بشكل متفرق لتحكي حكاية أو غيره، مما يعطي للسينما خصوصيتها وتميزها عن اللغة المكتوبة، حيث أنه مثلا في جملة واحدة يمكن أن نحكي أزمنة مختلفة، ويمكن أن يتداخل الماضي والحاضر والمستقبل، ويمكن أن تتراوح بين التبئير الداخلي والخارجي. ولكن السينما محكومة بكونها تعتمد على اللقطة والتي هي مدة زمنية متواصلة بدون القطع. إذن لم تولد السينما اللغة السينمائية من السينما مع السينما. اللغة السينمائية شيء مكتسب تطور مع الزمن عبر مراحل وموازاة مع التطور التكنولوجي والتجاري، لأن الاستغلال التجاري يعني طور أشياء كثيرة داخل السينما. فلولا أن السينما أصبحت مباشرة بعد اختراعها موضوع الاستثمار لما كانت أن تتطور. في بداية السينما كانت مثلاً في بداية السينما كانت حساسية الفيلم لا سنسيبيليتي دو لا بيليكول الفيلم الخام ضعيفة جداً لا تمكن من التصوير في الليل وفي الأماكن الداخلية حيث أن كمية الضوء ضئيلة، فأصبح التصوير مقتصر على التصوير بالإضاءة الطبيعية أي ضوء الشمس، الشيء الذي كان يحد من إمكانية اللغة. ومع ذلك ولكن مع تطور الإضاءة الصناعية وحساسية الفيلم وطول الشريط والمونتاج استطاعت السينما أن تسافر إلى مناطق أخرى من التجربة الإنسانية وتقترح فرجة مختلفة وتمثلا جديدا للواقع. هو تطور سريع أدى إلى إعلان موت السينما بشكل مبكر أي في سن الشباب. في رسالة أرسلها جون لوك غودار إلى محافظ المكتبة السينمائية لمدينة لوزان وهي عبارة عن فيلم قصير كان بطلب من بلدية لوزان، يقول الأخير أن السينما ماتت في رعان شبابها في بداية ونحن الآن في بداية الثمانينات من القرن الماضي أي حوالي قرن من اختراع السينما. كيقول له إتوا إموا يعني جون لوك غودار وتريفو كيقول له أون إي تري فيو إي لو سينما إي توا بوان فا مورير بيانتو تري جون سانز أفوار دوني سو كيلا أ دوني إي فو ألي بلو فيت. Dans le fond des choses, il y a urgence. يعني كان يتوقع موت السينما. طبعا الحال التطور الحاصل يعني أكد يعني السينما موجودة، ولكن نحن نتحدثنا عن القيمة السينمائية. حينما نتحدث عن علاقة السينما بالذاكرة لا بد أولا أن نقيم الحدود بين السينما والسمع البصري، بين السينما التي تؤسس الذاكرة بوجهة نظر فنية وبين السمع البصري الذي يوثق بنية التوثيق، أي بين العام اللي هو التلفزيون والخاص الذي هو السينما، بين السينما كمبرورة للذاكرة الجماعية وفردية، وبين التوثيق الذي يعتبر السينما كحامل لهذه الذاكرة فقط. لقد انتقلت السينما من التوثيق اللاواعي، التوثيق الذي كان له وظيفة الفرجة، لأن السينما في الأول كانت تعتبر فقط فرجة، لم تكن تعتبر لا ثقافة ولا توثيق، أي التسجيل العفوي إلى الإبداع. من التسجيل إلى السرد ومن التسجيل إلى التسجيل في خدمة السرد.
حيث أن الأفلام الأولى التي لم تكن تتجاوز بكرة يعني بوبين لم تكن أفلام روائية وكانت عبارة عن مناظر صورها مصور إخوان ميار في جميع مناطق العالم، إذ كان يكفي الجمهور أن يرى الواقع معكوسا على الشاشة لكي يتحول ذلك إلى مادة فرجوية، أي أن المتفرج الأوائل السينما كيدخل السينما كيشوف لو غران بولفار، كيشوف لو بتي ديجوني دو لا فامي لوميير، كيشوف فينيز، يعني كان ذلك يعتبر فرجة دون أن تكون الحاجة إلى حكاية، يعني حكاية. وانتقلت السينما في نفس الآن من حامل إلى قيمة فنية. وانتقلت السينما في نفس الحامل، أي أنه قبل ظهور التلفزيون كان كل ما يصور بشريط خام 35 ملم 35 ملم و 36 ملم يعتبر سينما. يعني أن أي حاجة كتصور بليكول كنا كنعتبروها سينما، وما يصور بفيديو يعتبر تلفزيون أو فيديو. ولكن مع انتشار الواسع للتلفزيون واعتماد السينما على التصوير الرقمي، اي اعتماده على نفس الحامل مع التلفازه، اصبحنا نتساءل بعد مشاهده عمل معين، هل هذا الفيلم يحقق السينما ام لا يحققها؟ وكأن السينما تحولت الى قيمه توازي القيمه الشعريه او الشاعريه، اي ان الفرق بين السينما واللا سينما او السينما والتلفزيون هو الفرق بين الشعر والناطق. في الختام، هل يكفي أن توجد الأفلام لكي تتبلور ذاكرة الجماهير؟ هل يكفي أن تبقى الأفلام؟ الله يخليك. استمر. هل يكفي أن توجد الأفلام لكي تتبلور ذاكرة جماعية؟ هل يكفي أن تكون هناك ذاكرة أولاً؟ هل يكفي أن تبقى الأفلام مخزونة ومحفوظة في مكان ما لكي نتحدث عن ذاكرة ثم عن تاريخ سينما؟ أكيد لا، فبدون إعادة العرض والاستعادة والتداول تبقى السينما بلا حياة. ببساطة، الشريط أو الفيلم الذي لا يعرض لا وجود له. الذاكرة ليست معطاً بديهياً، إنها حركة لا تتوقف بين الماضي والحاضر، هي العودة بين الفينة والأخرى للأشياء وتذكرها مضت والتي احتفظت بها الذاكرة. استطاع التراكم الذي حصل في السينما المغربية بلورة الذاكرة الجماعية، هل تنعكس هذه الذاكرة إن وجدت طبعا على الإنتاج الحالي وتساهم بذلك في بلورة هوية السينما الوطنية؟ هل هناك استرجاع يعني من ناحية ديال بدأ عندي إحساس على أنه هنا غنجيب واحد العنوان واحد التليفيل كنت درتو، هو أن الأفلام تسقط تباعا، أنه بعض الحالات كتسمع خرج فيلم ميغاراما، ولكن ما كاين حتى شي امباكت، ما كاين حتى شي اثر ديال الفيلم على الواقع. حنا كنعرفوا عشنا في واحد الفتره عندنا الفيلم الدولي ولا الوطني كان يشكل حدثا، وكنا نتداوله نتحدث عنه ليكتب عنه. الان خصوصا هذا الاحساس جاني بعد كوفيد، لانه كانت بزاف الافلام تاخرت عن الخروج، واصبح كل مثلا هذه الايام خرجوا واحد الاربعه ولا خمسه ديال الافلام من غير الافلام التجاريه، يعني مرة الكرام. كذلك هناك أفلام ما كاينش عندنا مناسبات لاسترجاع ذاكرة السينما المغربية، ما عندناش مثلا إعادة إخراج مثلا حلق درب الفقراء، مثلا غتمشي للتوزيع في الدول الأوروبية وخصوصا في فرنسا، غتلقى مثلا أفلام العشرينات الثلاثينات الأربعينات يتم اصلاح النسخ ديالها وتخرج الى القاعات. فبالتالي هنايا ما يمكنلاش هاد الافلام ما يمكنلاش تصنع ذاكره. ما كاينش افلام في الدراسه في المقرر الى ابعد من ذلك، انه كاين معاهد السينما هي لا تعرض الافلام. فبالتالي حنا ماشيين في واحد الخط ماشي تصاعدي، ولكن ما كاينش استعادات، ما كاينش ما كتصنعش ذاكره الا بعض المقالات. وكذلك ما كاينش اليه ديال الاستعاده، ما كاينش سينيماتيك، ما كاينش لي سينيماتيك. المهرجانات ابين الناس كتشوف الافلام اللي في المسابقه الرسميه، دليل على انه بعض المهرجانات ملي كدير ريتروسبكتيف الناس كتمشي للمسابقه الرسميه وما كيمشي حتى شي واحد ريتروسبكتيف. فبالتالي هنايا ولينا في واحد السرعه ديال الجديد، فبالتالي صعيب على انه تكون عندنا ناسو ذاكره. دابا الان خاص الاشتغال على هذه القضيه هذه ديال الذاكره. دونك بمعنى اخر، هل لذلك بالوطن والسينما، بمعنى اخر هل هو فعل انجاز، هو فعل
مستوى اخر بالذاكره السينما. طبعا الحل عاوتاني كاين واحد المستوى اخر، واش الافلام المغربيه واش كاين بينها دي كونيكسيون، واش كاينه واحد الترابطات بين الافلام؟ مثلا كل واحد كتحس كل واحد كيدير الفيلم ديال، ما كاينش مثلا باش تاسس هويه سينما وطنيه خاص اللعبه ديال التبادل ديال التماس العلاقات بين الافلام استعاده. كنشوفوا في السينما العالميه مثلا بعض القصص في السينما الاوروبيه ولا الامريكيه تأدبطت بعض المرات وكل مره بمجدده مختلفه. الاجناس مثلا حينما تحدث عن الويستير فكل مخرجين خدموا الويستير، سو كي في تخلق واحد الجين السينمائي مستقل بذاته وكيعبر على المجدده، لانه الا درنا مثلا واحد الا كان واحد 3000 ولا 4000 ويستير كيداروا بنفس القصه كتعاود، هنا نصبح قد نستطيع ان نميز بين اسلوب واخر. فبالتالي السينما المغربيه في هذه القضيه ديال كاين واحد النوع الذاتيه، بطبيعه الحال ما كنستدنيش راسي وداك الشيء، كاين واحد النوع الذاتيه اللي كتجعل ان الاعمال في قطيعه مع بعضها. وهي مساله ماشي كنظن ملي كتشوف فيلم فرنسي مع الاختلاف ديال الاساليب الافلام، حينما تشاهد فيلم كتشوف فيلم فرنسي، فيلم بلجيكي، فيلم بلجيكي. فبالتالي هنايا مساله ديال الذاكره على انه كيف تستحضر، انا ملي كندير فيلم كيف استحضر الافلام المغربيه التي سبقتني. فبطبيعه الحال حنا واحد الدوله جون في السينما، بدينا معطلين. حنا واقيلا اول فيلم كيتعتبر 58 ولا 71، كاين اختلاف في ذلك. فالفيلم اللي غندير انا كمغربي رغم انني سيني فيلم وكنتفرج السينما العالميه غيختلف على واحد كيدير الفيلم وموراه قبل منه قرن ديال السينما. يعني مسألة ديال الذاكرة يعني عندها واحد عنده كتسرب بشكل خفيف في الأعمال ديالنا حنايا. أم هو أو التي بمعنى آخر، هل فعل إنجاز هو فعل بذاكرة السينما الوطنية التي هي ببساطة قد قاربت نفس الواقع، لأننا العلاقة مع أفلام تقارب نفس الواقع تختلف مع مرجعيات سينمائية مهمة في العالم. التأثير ديال فيلم علاقه ديالي بانه يتناول نفس الواقع اللي كنعيش فيه عنده علاقه مختلفه مع السينما العالميه، ام هو فعل يحاول ان يقيم قطيعه معها مع السينما الوطنيه ويبحث من نوع من الانبهار عن مرجعيه سينمائيه هي الاخرى يتعامل معها مره اخرى، يتعامل بها في تطبيق في قطيعه مع سياقاتها. لاننا مثلا ملي كتجبر واحد كينبهر بالتريلر ولا كينبهر بسينما عالميه، كينبهر بعيد الصور ولكن يفصلها عن سياق السياق الذي انتجها. مثلا اذا اردت ان انجز فيلم دويستر في المغرب ما كاينش الشروط الاجتماعيه والتاريخيه والسياسيه باش تقدر دير دويستر، لانه مرتبط بسياق ديال غزو الغرب واحد المجتمع مختلف. وشكرا.